شباب ثورة تحرير. من صميم اليأس يولد وطن جديد، هكذا هو الحال بالنسبة لعراق ما بعد شهر تشرين الخالد. من يريد أن يرى القيمة الجمالية لثورة تشرين، ما عليه سوى الذهاب إلى ساحة التحرير في بغداد أو باقي ساحات الاعتصام السلمي في مدن البلاد. الذي يحدث في العراق أمر استثنائي بالفعل، أكثر من 20,000 متظاهر سقطوا ما بين شهيد وجريح ومغيب قسريا في غضون فترة لم تتعد 3 أشهر. حصار وتضييق وترهيب وتشويه وتسقيط، ممارسات يبدو أن نجاحها ذهب أدراج الرياح. في المقابل سقوط سياسي لم يسبق له مثيل، ليس بسلاح آلي ولا بمال فاسد، بل بصيحات الثوار والثائرات. ثورة شعبية سلمية ضد الحرمية سلمية، ثورة أحرار سلمية ضد الفجار سلمية، ثورة أحرار سلمية ضد الفجار. في كل زاوية من زوايا ساحة التحرير يكمن الزهو الشعبي بألوانه وتنوعه، وفي كل خيمة من خيم الاعتصام حكاية بل حكايات. وهنا أيضا صورة من صور التعايش السلمي وتبادل الثقافات والاحتفاء بشهداء ثورة تشرين. كثير من الفنانين والممثلين مثلوا هواية وشافوا هواية وقروا هواية، ماكو لحظة صدق مثل هاي اللحظة اللي احنا بيها، ماكو مبالغة، يعني ممكن بالتمثيل تبالغ لكن الآن اكو قمة بالصدق. ولأن الصدق والكذب نقيضان لا يجتمعان في المكان نفسه، فإن متظاهري بغداد أكدوا مرة أخرى أن لا ثقة بالطبقة السياسية الحالية. تياراتهم، أحزابهم، كل الطبقة السياسية أن هم سرقوا السلطة سرقوا السلطة وإجوا وتحكموا بمقدرات الشعب العراقي بصورة غير شرعية. فأي حكي يحكونه وأي تصريح يصرحونه طبوبة منا ونطلع منا. لهذا الشاب اللي قدم دمه وقدم لشهداء، المحافظات قدمت من أجل تعيد قصي السهيل وتعيد مدري منو هاي الشخصيات التعبانة اللي جربتها العالم وما قدمت شيء للعالم. أما بالنسبة لراكبي الموجة والانتهازيين كما يطلق عليهم الثوار، وهم من الأحزاب نفسها وأدواتها، فالطفل محمد أرسل لهم هذه الرسالة. تالي الحرام الباقي يطلع الظاهر ويانا، تالي الحرام الباقي يطلع الظاهر ويانا، وهم يطالب بتغيير وما ترى مطلع لسانه، حفظنا لدى الكلاوات لا تظل تحمي يا روسي، وداوم انت بايقني ام الباقة فلوسي.